شهيد أحمد الرفاعي أدب والسؤال. من هو الكاتب المصري المعاصر مؤلف رواية الوراق أمالي العلاء 12/2023؟ بتحكي الرواية وقوع حياة ابن النفيس اللي أملاها على الوراق، فيها الحروب اللي عاصرها وصداقته مع مين بقى؟ مع الظاهر بيبرس، وبيحكي برضو عن مؤلفاته. رضا إجابتك. أحمد خالد توفيق. معاصر و2023 وأحمد خالد توفيق، إزاي يا رضا؟ طبعاً إجابة خاطئة. محتاجين تركزوا شوية، دي قلة التركيز. في إجابة؟ عمر طاهر. ماريا، إجابة خاطئة. هقول معلومة بعد الاختيارات. هو مشهور بأنه بيكتب في التاريخ. أربع اختيارات: إبراهيم عبد المجيد، يوسف زيدان، طاهر المعتز بالله، أشرف العشماوي. عزازيل. رضا. طاهر المعتز بالله. لا لا، يوسف زيدان. عزازيل يوسف زيدان. عزازيل يوسف زيدان. رضا، بتاخد الريسك؟ غلط. الريسك لازم يبقى كالكوليتد، محسوب، مش للدرجات يا رضا. للأسف الشديد إجابة خاطئة. النتيجة اتغيرت. شهيد أحمد الرفاعي مفيش نقاط، كلية رمسيس للبنات 10.